احنا بنتكلم مع حضراتكم عن فكره الرياضه من حيث المبدا كده، الى اي درجه ممارسه الرياضه شيء ضروري جدا، الى اي درجه لازم تكون الرياضه جزء لا يتجزا من عادات يومنا في حياتنا بشكل عام. طبعا في ناس بتعمل ده طول عمرها، وفي ناس تانية زي حالتي عمرها ما يعني تعالوا نقول عايشه حياه كامله بدون ممارسه الرياضه. طبعا الناس دي بصفه خاصه لازم تبتدي تمارس الرياضه عشان تحاول تنقذ ما يمكن انقاذه. وعلى كل الاحوال هنتابع مع حضراتكم مجموعه من التمارين الرياضيه الجديده مع كابتن احمد عوض وهو مدير الجيم في النادي الاهلي في الجزيره. بعد كده هنطلع فاصل ونرجع نبتدي مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه. اتفضل. صباح النشاط، صباح السعاده على جمهور الاهلي العظيم وعلى مشاهدين قناه الاهلي العظام. النهارده هنعمل شويه تمارين او مجموعه تمارين الغرض منها هو نحت او تخسيس المنطقه السفلى من الجسم اللي هي الرجلين او الارداف. مفيش تمرين بيخسس وتمرين بيدخن، دي بس ثقافه بنتعلمها الاول قبل ما نبتدي التمرين. مفيش حاجه اسمها تمرين يدخن وتمرين بيخسس. التمرين ما هو الا بيقطع الالياف العضليه او بيضعف العضلات او بنهتك العضلات عشان لما ناكل الاكل ده تستفيد منه العضلات فتحرق الدهون اللي حواليها. لكن مفيش حاجه اسمها تمرين بيخسس وتمرين بيتخن، عشان بس ما نروحش نقول ايه ده تمرين بيخسس المنطقه دي. لا، التمرين ده بيقوي او بيقطع الالياف العضليه في المنطقه دي عشان لما اكل اقوي العضله دي اللي ما بتشتغلش، فبالتالي هتحرق الدهون اللي حواليها. فاحنا هنعمل تمرين عشان نقوي العضلات اللي في المنطقه السفلى عشان ما يتخسسش عندها دهون تاني. زائد الاكل هو اللي بيخسس وبيتخن. طبيعه الاكل بتاعي، اكلت اكل نظيف كل 3 ساعات وجبه، عليت الحرق الطبيعي بتاعي، اكل بجرعات منتظمه على الجسم، هتفرق كتير قوي في ان انا احافظ على شكل جسمي او اقلل من الدهون اللي في جسمي. يلا بينا نبتدي. هنبتدي نعمل سكوات بس نعمله صح. رجليا تبقى واخده حرف 7، كعب رجلي يكون تحت كتفي، واعمل سكوات بس بطريقه جديده ان انا هنزل في 4 عدات واطلع في 4 عدات. 1 2 3 4، بقعد لورا كاني قاعد على كرسي، ميل براسي لقدام عشان يبقى فيه توازن، واطلع 1 2 3 4. تاني مره كمان، 1 2 3 4، 1 2 3. هنزل في 3 عدات واطلع في عده واحده، 1 2 3 واطلع في عده، 1 2 3. هنعملها 4 مرات، 1 2 3. مره كمان، 1 2 3. هنزل في عدتين واطلع في عدتين، 1 2 1 2. كده بشتغل على جميع الالياف بتاعت العضله. مرتين كمان، 1 2 1 2. مره كمان، هنزل في عده واحده واطلع في 3 عدات، 1 2 3. عده 3 2 1. مره كمان، هثبت تحت ثبات، 1 واطلع تاني. دي التانية. مرة كمان، كل حاجة هنعملها 4 مرات. فاضل مرة كمان، هنزل تحت واثبت واعمل 4 بالز، 1 2 3 4. فوق تاني، 1 2 3 4. انا مايل بظهري لورا، ها تاني، 1 2 3 4. اهم حاجه ركبتي ما تطلعش لقدام، 2 3 4. مره كمان، 1 2 3 4. اخد نفس، عايز افتح رجلي شويه كمان عشان افيد المنطقه الداخليه من الجسم اللي هي العضله الضمه. هفتح برضو رجلي تبقى 7. نعمل احنا عملناه تاني، هنزل في 4 عدات واطلع في 4 عدات مرتين. يلا، 4 3 2 1، 4 3 2. مرة كمان، فاكرين في 3 عدات، يلا، 1 2 3، عدة واحدة، 1 2 3، عدة واحدة، 1 2 3، عدة واحدة، 1 2 3، 2 2، 1 2 1 2 مع بعض، 1 2. لما اطلع فوق ما افردش ركبتي. فاضل مرتين. مرة كمان، هنزل في عدة واطلع في 3، ها، 1 2 3، ها، بالانس، توازن، ها، بعض لورا، ركبتي ما بتضمش لجوه. مرة كمان، هنزل اثبت عدة واحدة، ها، هولد اب، هولد
ثبات يعني، مرتين، مرة كمان، هنزل اعمل بالس اربع مرات، اربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، مرة كمان، اخد نفس. اهم حاجة قبل التمرين اسخن كويس، بعد التمرين اعمل استرتشات. حلقة جديدة، معلومات مفيدة، الحلقة الجاية ان شاء الله.